قناة نادي الجراد العالمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الصفحات الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي بما بينهم فيسبوك وانستغرام وحتى التيك توك، وهما ثلاثة غادي تلقاهم من تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجويين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. شكرا للعزيز من السبتي، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات فوس، معنا تواصل من خلال هذا الحدث القاري الرياضي الافريقي كان 2023 حكيم زياش رقم 7 من مراس الحرب يوسف امام منتخب التوغو في دورة مجموعة ديال مقابل منتخب يابيلم شتي زياش زياش كيسيا ديال الكرة بحثا عن يوم أنا واحد من أصحاب التقارير تقارير منتخب الفرعين مصر هنا سفيان مرابط والصافي أنا من الحارثة والرق هذا رجل لرجل في منطقة الشد ساب الراس تيري أسرى مرفوع الكرة رفق أنا ثاني وبالراس برافو يوم وسبا سيري في ثاني تدخل من الجرأة ثانية والانتفاع مرة اليوم بعودة زياش إن شاء الله في مرة اليوم حكيم زياش ويمجد ندور على سليمان راس الحرب بشكل ممتاز بشكل هادئ وكذلك كتوزيع المجهود الابدي نظرا لدرجه الحراره الكزياش يلعب الكره للزلزول بالراس وهدف الجولة كان ممكن حط الكره في الشباك يوم وسبان سيري في نهايه المتمرسين عليه هكذا اجواء بين موناكا خطا فيها بطاقه اعتقد فيها كارت اصفر بعد التدخل الماضي امام عرضه للمسلم هذا تاتي من الشيبي كره شيبي سلام على دي لم سمين زياج ولكن الكنترول لم يكن زائدة ظاهرين حسين هو منو وقع في الجيت كلا اليوم يتلعب حكيم زياش زياش وبالراس 19 خسارة المغرب على مر التاريخ سجل 82 هدف زياش زياش يراوغ زياش يدخل زياش السلام مرفوع داخل منطقة الجزاء زياش يوسف انصاري عندك يا زياش عندك يا زياش هز الكرة يا سليل يرجع حتى سليل إمام الأحياء يرجع قطنزاني يا وسايس المراقبة هرب الزلزول على الجهة صافي صافرة ومتى يأتي الإنذار كذا الإنذار يأتي الآن البطاقة الصفراء في ظل إيقاف في قطار الزلزول من الجهة اليسرى شعر هو مصر أيضا بينما الكورة الأمامية كانت صعبة جدا من خلال التعثر واحد الزلزولي مر الزلزولي عبر الزلزولي العرضي تأخر في رفع الكرة الزلزولي تأخر في رفع الكرة الزلزولي وأعطى الفرصة كرة في منتصف الميدان عندك يا زياش 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 في خطأ أم لا في خطأ نعم في خطأ مخالف نفى لفايدة زياش سيرفع كرة سيوسع سديد سيوسع وقع زياش وجول 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 الأول لا سجلون الأسود يسارون الأسود يفعلون عن طريق صاحب الخبرة المدافع سايس سايس بذكريات التوغو سايس بذكريات 2017 سايس في أجمل متابعة يضع الكرة في الشباك بعد الأولى من زياش أنا قلت بأن الكرة أنا حكيم حكيم باص رائعة بس الكرة يوم ملاحي خطأ وإنذار إنذار 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 سلامات سلامات يا خوفي يا خوفي على اللاعبين من مثل يتدخل ثاني يلا ثاني يلا ثاني يوسف انصر كان قريب
يوسف انت سيري كان قريب من سيارة شيب راحل من يقوم راحل على قصر سيري ما حاكيني في خطأ الحكم لازم يكون أكثر صار أمام على أبي موت خطان صار يعني في روح الانتصار والروح الكبير التي تسود في محيحة لعبة ممتازة سياش وحده سياش وحده سياش وثاني روكينيا أشرف حكيمي في القائمة ثاني برا ولكن هنا الدفاع كان الأسرع في كوروميا تنزانيا غايبة دخل لعبة مصوغة تالي ديراش دفاع حسن شديدي وخر نتابع ديال كرة سلسولية سلسولي شوط شوط الثاني غير معقول الثاني كان قريب يا سلسولي هذه ممكن أطمع فيه السلسولي هذه ممكن أطمع فيه السلسولي كان ممكن يمرر كان وضعية مراقبة لكن أناحي كان في وضعية ممتازة الانتقال سفيانا مرابط من إيطاليا لإنجلترا وما عقب من صعوبات مع مانشستر يونايتد ويمكن يجر على نيت شوطة الأول ممكن هادي ممكن هادي ممكن هادي هادي في الشبكة هادي في الشبكة يا زياش تعطر زياش شفقة توازن زياش وناحي سيرفع كرة وناحي بعد عن سيري جول سيري جول ثاني يا ضيع غير معقول سيري كان ممكن نكتب التاريخ مرة أخرى ممتازة لي في المنتخب المغربي هذا هو الأهم نتكلم عن مجموعة قدر ما نتكلم عن الروح الانتصارية التي خلق وليدا الركراكي قبل التنقل للمونديال التاريخي سياش انطلق سياش يعطي باص ممتاز واحد سياش يرفع كرة الكرة داخل منطقة كثير مشاكل عليه الآن نرجع للهجوم ولا مباراة شوف المجهود اللي عمله الزلزولي وانا قلت قبل حين الزلزولي هل سيواصل اللعب بعد الحمراء جاية الحمراء جاية كان عنده انذار كرة ثانية لميروشي ميروشي اوت تنزانيا تلعب ستلعب الكرة هذه ممكن هذه ممكن تنى تسديد الكرة ولاحي واحدة دي ممتازة هي جول عالمي النحلة الزمان تضرب بالقوة في هذه اللحظات النحلة تضرب بالقوة في هذه اللحظات 2-0 في جملة تكتيكية ولا في الخيال في جملة تكتيكية ولا في الأحلام في كيميلان ليس الحكيم العرضية أنصري هو جول شوف واستمتع المغرب يتدلع شوف واستمتع هكذا يمتعون ويستمتعون في صف في وضعية تسلل يا فرحة ما تمت كب الوزيز حلت بعشة من الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمركب الوزيز التابع لنادي الرجاء الرياضي العالمي تتكون من الأطر التقنية الفرنسية سيدان غابرييل وميشيل للإشراف على تدريب الرجاء فئة أقل من 12 سنة وتجدر الإشارة أن بعشة قد أشرفت صباح اليوم على التدريب الصباحية التي تشهدها أكاديمية النادي الأخضر وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي تنهجها إدارة التقنية الوطنية في وهنا خوتي الرجوين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا السالة وإلى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد تعليق ولايك وما تنساش أنك تدوز عندنا الصفحات للمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة فيسبوك انستغرام وتيك توك هم غتلقاهم ثلاثة لتحت في الديسكريبشن نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي دمتم في رعاية الله وحفظه ودمار رجاء وتعيش الرجاء.